حد للإرهاب وأهدافه، ينفذون حملة عمل تطوعي واسعة لرفع الأضرار وأصلاح ما خربه التفجيران الإرهابيان في كليتهم الواقعة قرب مفرق القزاز. الطلاب أكدوا أن الإرهاب عدو العلم وأنهم مصرون على مواصلة الدروس مع صبيحة الغد كرد على الإرهابيين ومن يقف وراءهم من أبناء الجاهلية العفنة. حب الوطن وإرادة الحياة تنتصر على الإرهاب لدى طلبة العلم في سوريا، فقد اجتمع العديد من طلبة كلية المعلوماتية في مبنى الكلية متحدين آثار الخراب والتدمير التي حفرتها معالم الإرهاب في القلوب والعقول وعلى جدران المؤسسات الحكومية والتعليمية جراء التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا قرب مفرق القزاز والتي استهدفت أمن المواطن السوري. عملنا هذا الشيء بسبب رغبتنا بالاستمرار، انه الشيء اللي صار ما لازم ياثر فينا ابدا، وطبعا انتم شفتوا يعني حجم الدمار اللي وصل للكليه، يعني كيف هي تاثرت. هذا واجبنا تجاه كليتنا، احنا ما حنوقف دوامنا ولا يوم، رح نكمل فورا دوام. احنا شباب الكليه حبينا هيك نشتغل مشان الكليه، الكليه يعني وطن بالنسبه لنا، يعني كانت كليه ان كان المسجد ولا الكنيسه ولا المدرسه كله وطن بالنسبه لنا، هو وطن مصغر. بدنا نرجع كليتنا اهم شيء مثل ما كانت، ونرجع على انه نحن ايد وحده ما متاثر، يعني شو ما بصير يعني بنحاول نرجع مثل ما كنا. نعم عم نعمل الكليه مشان نداوم يوم الاحد، ما لنا خايفين، سوريا اقوى ونحن اقوى كمان. بالرغم من اللي عم يصير بالبلد وبالرغم من التخريبات اللي عم تصير، نحن والهيئات تعاوننا لحتى نجي نعمر هالكلية، حتى لو نحن خربوا لنا اياها وحتى لو بدهم يمنعونا عن الدوام، نحن اجينا يوم سبت واخذنا اذن نحن والهيئة واجينا نعمر هالكلية ونرجعها مشان الاحد ما نداوم، وهذا الشيء ما رح يوقف بوشنا ابدا. نحن بكره رح نداوم، بكره في محاضرات، الحياة بدها تستمر، الارهاب لا يمكن، ليس له مستقبل، الارهاب عمل جبان. لأن إرادة الحياة تتطلب أهدافاً ترسم خطوات المضي نحو مستقبل مشرق، السوريون وبمختلف أعمارهم أجمعوا أن العلم سلاح يحميهم من الإرهاب، فالثقافة تشكل حاجزاً قوياً بوجه من يريد محو حضارات الشعوب. وفيما تتوالى المواقف المنددة بالتفجيرين الانتحاريين